مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. الجيش يستهدف مواقع الإرهابيين في إدلب وريفها، والطيران الروسي يقضي على تجمع للنصرة شمال سهل الغاب. الأمن الوطني العراقي يلقي القبض على عشرات الدواعش، وسلاح الجو يفتك بثمانية منهم في كركوك. بعد اتفاقية أوكاس، روسيا تعرب عن قلقها من دخول أستراليا نادي الدول التي تملك غواصات نووية. قالت مصادر ميدانية إن النار الثقيلة للجيش العربي السوري دكت مواقع التنظيمات الإرهابية في محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وبحسب مصادر غير رسمية، استهدفت نيران الجيش مواقع وتحصينات الإرهابيين ابتداء من بلدة سفوهن مرورا بكان صفرة والبارة والفطيرة، وذلك بعد رصد تحركات وحشود الإرهابيين التي كانت تتحضر لمهاجمة النقاط العسكرية في المنطقة. من جانب ثان، أشارت المصادر إلى أن الطيران الحربي الروسي تعامل أيضا مع تجمع لإرهابي النصرة بمحيط بلدة الزيارة، ما أسفر عن تدمير التجمع. نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالا جويا على منازل قرية أدشيشة بريف الحسكة الجنوبي لتختطف مدنيا وتقتاده إلى قاعدتها غير الشرعية في الشدادي. وبالتزامن توالت التأكيدات بتعرض قاعدة أقامها الاحتلال الأمريكي في حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي لهجوم بالقذائف الصاروخية. وبحسب مصادر أهلية، تصاعدت سحابة كبيرة من الدخان داخل القاعدة التي انصبت عليها القذائف من الجهة الشمالية الغربية لمدينة الشدادي، وهي منطقة خالية من السكان وتتشكل من تلال ووديان ومغاور. مع اتساع رقعة المصالحات وبدء الاستقرار التدريجي في محافظة درعا، تتجه الأنظار الحكومية لإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية الداخلية في منطقة السوق التجاري وسط مدينة درعا، فيما يتوازى ذلك مع الانفتاح الاقتصادي الخارجي المتمثل بإعادة تفعيل معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن بشكل كامل. فراس الأحمد وإضاءة على هذا الجانب. تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من وسط ساحة بصرة بدرعا المحطة جنوب مدينة درعا. هذه المنطقة التي تعتبر المركز الأساسي للسوق التجاري سابقا في محافظة درعا، واليوم هناك جهد كبير بعد اتساع رقعة المصالحات وبدأ عودة الأمان التدريجي إلى هذه المناطق والمناطق المحيطة بها. هناك جهد كبير يبذل في مجال إعادة إنعاش الواقع الاقتصادي، إنعاش الحركة التجارية ضمن هذه المنطقة. للمزيد من التفاصيل نستضيف الأستاذ والمهندس قاسم مسالمة، رئيس غرفة الصناعة والتجارة بمحافظة درعا. أستاذ قاسم يعطيك عافية. الله يعافيك. اليوم نحن بوسط ساحة بصرة، معروف سابقا أن ساحة بصرة هي المركز التجاري الأساسي هون. بعد بدأ عودة الأمانة التدريجي، اليوم شو المخططات اللي عم تشتغلوا عليها لإعادة إنعاش الواقع؟ طبعا أنت كما تعلم آخر 2018 كانت عودة السوق بداية، تم إعادة السوق حول الكراج القديم، وتم النشاط المحلات وشغال بشكل جيد، وشارع الشهداء كمان تم افتتاح شارع الشهداء. طبعا حاليا كون رجع الامن والامان الى كل محافظه درعا وخاصه مدينه درعا بهذه التسويه الاخيره، وازاله السواتر الترابيه والحواجز من داخل الوسط التجاري، بدانا بالتواصل مع الجهات الحكوميه، مع السيد المحافظ، مع قائد الشرطه، مع كل الجهات الحكوميه، ومع الفعاليات التجاريه اصحاب المحلات لعودتهم الى الوسط التجاري. هذا الوسط التجاري هو يمثل محافظه درعا وليس فقط للمدينه. يوجد فيه عدد الاف المحلات وليس مئات المحلات، الاف المحلات، في مكاتب تجاريه، في شركات، في مكاتب محامين، في دوائر حكوميه. طبعا حاليا احنا نتمنى يرجع الكل
ينظف ويعزل مكاتبه ومحلاته بمساعدة طبعا مجلس المدينة، بمساعدة الدوائر الحكومية، حتى يتم عودة السوق بشكل طبيعي. طبعا نحن كمان نأمل من الدوائر الحكومية ترجع بشكل بتساعد أكيد، مثلا المصرف التجاري نتمنى يرجع بسرعة، بعض الدوائر الحكومية في المنظمات الشعبية لها مكاتب نتمنى ترجع بسرعة بتساهم بعودة الحياة التجارية والاقتصادية بشكل طبيعي إلى الوسط التجاري. طبعا احنا كنا نتواصل مع الأخوة التجار جميعا لعودتهم إلى محلاتهم ومكاتبهم، وبدأ طبعا بداية تعزيل الأنقاض وراح تستمر إن شاء الله، ولكن تطلب ذلك جهود من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص حتى يتم عودة الوسط التجاري بشكل طبيعي لمدينة درعا. بحاجة تسهيلات يعني سواء من المحافظة أو من الجهات. طبعاً إحنا طبعاً عم نطلب حالياً إنه عودة الخدمات يعني من كهرباء، مي، تليفون، أرصفة. حاول نتواصل مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص وحتى مع المنظمات الدولية، وفي كثير يعني بعض المنظمات أبدت يعني استعدادها ممكن تدخل ويتم إنارة الشوارع، مساعدة بالأرصفة، مساعدة بتعزيل المحلات. شكرا لك استاذ قاسم، شكرا لك، يعطيك العافيه. اذا يعني مشاهدينا كما حدثنا المهندس قاسم وهو رئيس غرفه الصناعه والتجاره، هناك جهد كبير يبذل ومخططات تدرس اليوم لاعاده الحركه الى هذه المنطقه. طبعا كما هو معروف للجميع اليوم عندما كنا نتحدث سابقا عن منطقه سوق تجاري فكانت هذه هي المنطقه تحديدا ساحه بصره واسواق التجارية الرحمة الحامد، الأسواق المعروفة هنا في هذه المنطقة هي فعلا كانت المركز التجاري الأساسي. اليوم مع هذا الانفتاح الاقتصادي أيضا مع إعادة تفعيل معبر نصيب بشكل كامل وأيضا استمرار عجلة المصالحات في محافظة درعا يتطلب ذلك المزيد من الجهد الحكومي، وهناك مخطط طبعا ورغبة شعبية ورغبة حكومية أيضا لإعادة تفعيل هذه المنطقة وإعادة إنعاش الواقع الاقتصادي في هذه المنطقة بشكل أكبر. كنت أنا معكم فراس الأحمد من ساحة بصرة مدينة درعا. انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي السيادة اللبنانية وأقدمت على اختطاف راع لبناني من بلدة شبعة واقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى ذلك زعم موقع أمريكي متخصص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية أن المقاومة اللبنانية تمتلك نظامين للدفاع الجوي، إحداهما إيراني من طراز بافار 373 والثاني هو روسي من طراز بانسير. وتأتي هذه المزاعم بعد ساعات فقط من إعلان المقاومة الوطنية اللبنانية إسقاط مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها يوم أمس بالأسلحة المناسبة. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول تمكن القوات المسلحة العراقية من قتل 8 إرهابيين في محافظة كركوك بإسناد من سلاح الجو. من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن جهاز الأمن الوطني العراقي تمكن من القبض على 25 عنصرا إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين، وذلك بعد عملية أمنية استمرت لأيام عدة. اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات المنطقة الصناعية بمحيط جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وفيما شرعت بتجريف وإغلاق الطرق اندلعت مواجهة عنيفة مع أهالي البلدة ما أدى إلى إصابة أكثر من 50 بجروح بالرصاص المعدني وحالات الاختناق. وفي درهم تمكن عدد من الفلسطينيون من إسقاط طائرة درون مسيرة مخصصة لإلقاء قنابل الغاز المسيلة من قبل جيش الاحتلال. الشباب في بلدة ميتة يستطيعون إسقاط الطائرة المسيلة من نوع كواد كاب. وصباح اليوم اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس،
بالمقابل اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين. الله أكبر! تكبير! أرجوكم كبروا! ووسط مدينة الخليل اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية. أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء إمكانية دخول أستراليا نادي الدول التي تشغل غواصات بل تشغل غواصات بالطاقة النووية، ما سيحد من القدرة على منع انتشار السلاح النووي في العالم. ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أن اتفاق دفاع أوكاس الموقع مؤخرا بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة سيسمح لأستراليا بدخول مجموعة مختارة من الدول التي تشغل غواصات تعمل بالطاقة النووية، الأمر الذي يشكل تحديا لمنع الانتشار النووي العالمي. وأكد ريبكوف أن أستراليا ستغدو واحدة من البلدان الخمسة الأولى لهذا النوع من الأسلحة، إلى جانب كل من الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا والصين. أعلنت عائلة الموظف الأفغاني الإغاثي زيماري أحمدي الذي قتل مع 9 من أقاربه جراء غارة خاطئة نفذتها واشنطن في كابول أواخر آب أغسطس الماضي أن المسؤولين الأمريكيين لم يتواصلوا معه وفقا لشبكة CNN، وذلك على الرغم من اعتراف البنتاغون لاحقا بأن غارته كانت خطأ مأساويا. من جانب آخر، قال مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا ديمتري شوغايف إن الأسلحة التي تركها الأمريكيون في أفغانستان تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 85 مليار دولار، ليصف الرقم بالمرعب، لا سيما أن هناك 22 ألف عربة مدرعة وأكثر من 100 طائرة هليكوبتر مزودة بالأسلحة. إلى عناوين هذه النشرة. الجيش يستهدف مواقع الإرهابيين في إدلب وريفها، والطيران الروسي يقضي على تجمع للنصرة شمال سهل الغاب. الأمن الوطني العراقي يلقي القبض على عشرات الدواعش، وسلاح الجو يفتك بثمانية منهم في كركوك. بعد اتفاقية أوكاس، روسيا تعرب عن قلقها من دخول أستراليا نادي الدول التي تملك غواصات نووية. هذا كل شيء، شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، نلقاكم دائما بخير.